حديث المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. لا عفوا، ليس كده. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. يعني ليس حديث المؤمن يكره، إنما حديث طويل مطلعه من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن استعاذ بي لأؤذن، ولئن سألني لأعطين. وما ترددت عن قبض في شيء، ترددي في قبض عبدي المؤمن يكره الموت وأن أكره مساءته، الحديث في البخاري. لكن عله بعض العلماء بوجود راو فيه اسمه خالد بن مخلد القطواني، وأظن أنه في السند علة أخرى أيضا. قال الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال: لولا هيبة الجامع الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد، وذلك والله أعلم لأن السند فيه ألفاظ لا توجد في غيره، إثبات التردد. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبدي المؤمن، وكذلك الألفاظ الغريبة: كنت رجله التي يمشي بها، إلى غير ذلك.